ولمتابعة ردود الفعل هنا في واشنطن تحديدا من الكونغرس معي مراسلتنا هناك الزميلة رنا أبطر. إذن العالم كله تابع هذه القمة التي وصفها كيم نفسه بأنها تبدو كمشهد من فيلم خيال علمي. رنا، حجم توقعات المشرعين للقمة فيما يخص الصفقة الكبرى تفكيك ترسانة كوريا الشمالية للأسلحة النووية، هل كان في محله بعد انعقادها؟ يعني ردود الأفعال هنا في الكونغرس تفاوتت بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. الحزب الجمهوري وهو حزب الرئيس الأمريكي أعرب عن تفاؤله الحذر بهذه المفاوضات، وكان هناك تحذير من قبل الجمهوريين على وجه التحديد من عدم الثقة بكيم جونغ أون، وأيضا تحذير من قبل عدد كبير منهم من عدم سحب أي قوات أمريكية من كوريا الجنوبية. هل هذا على حد تعبير عدد كبير من الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب؟ الخطوة وصفها الجميع هنا بالتاريخية وبأنها خطوة مهمة واعتماد الدبلوماسية بدلا من الحرب، يلقى هنا ترحيبا كبيرا من قبل المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. لكن التحذيرات بعدم الثقة بزعيم كوريا الشمالية أيضا تردد على لسان الديمقراطيين. الحزبان الديمقراطي والجمهوري يدعوان الإدارة الأمريكية إلى تقديم المزيد من المعلومات حول حيثيات هذا الاجتماع الذي حصل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهة وزعيم كوريا الشمالية من جهة أخرى. وهنا علمنا بأن المشرعين بانتظار أن تبلغهم الإدارة الأمريكية رسميا في اجتماعات مغلقة بتفاصيل هذه الاجتماعات وببنود أي اتفاق محتمل مع كوريا الشمالية. اللافت أيضا للانتباه من ردود الأفعال هنا بأن هناك إجماع من قبل الديمقراطيين والجمهوريين على ضرورة تصويت الكونغرس على أي اتفاق محتمل مع كوريا الشمالية والاطلاع على تفاصيل بنود هذه الاتفاق كاملة. وهذا التحذير يأتي بعد الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمته الإدارة الأمريكية السابقة من دون العودة إلى الكونغرس أو موافقة الكونغرس على هذا الاتفاق. الحزبان الديمقراطي والجمهوري يجمعان اليوم على ضرورة أن يصوت الكونغرس ولو كان بفرع واحد وهو فرع مجلس الشيوخ على أي اتفاق محتمل، ويعتبرون بأن أي اتفاق يجب أن يعد في إطار المعاهدات، ومن هنا الحاجة للتصويت عليه في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن يصبح اتفاقا رسميا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. هذا في حال تم التوصل طبعا إلى اتفاق. وأيضا هناك تشديد من قبل الجمهوريين على ضرورة أن تتعهد كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي بشكل تام وأن يتم التحقق من هذه الوعود وليس فقط الاعتماد على كلام زعيم كوريا الشمالية. فيما يخص بند رفع العقوبات عن كوريا الشمالية التي قال الرئيس ترامب بأنها لن تكون في الوقت الحالي، هل هناك تحفظات ديمقراطية فيما يخص هذا البند؟ تحفظات ديمقراطية وجمهورية أيضا. الجمهوريون واضحون من خلال البيانات التي وصلتنا من مكاتبهم بأن اليوم وفي المستقبل القريب ليس هناك رفع لأي عقوبات أمريكية على كوريا الشمالية قبل أن يتم التأكد بأن النظام الكوري الشمالي نزع السلاح النووي بالشكل التام وتم التحقق من هذه الوعود بحسب ما يقوله الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء هنا. إذن هناك تحذيرات من قبل الحزبين من عدم رفع أي عقوبات، وحتى البعض يدعو إلى التلويح بفرض عقوبات إضافية في سبيل أن تقدم كوريا الشمالية تنازلات في خلال هذه المحادثات التي وصفها الجميع هنا في الكونغرس بأنها خطوة تاريخية، لكنها الخطوة الأولى في مشوار طويل قبل التوصل إلى أي اتفاق محتمل مع النظام الكوري الشمالي. رنا أبطر من الكونغرس، شكرا جزيلا لك.